إدوارد لورنس ولد في عام 1888، كان شاباً فضولياً ذكياً. بعد تخرجه من أكسفورد التحق بالجيش الإنجليزي ليصبح بعدها من أشهر الجواسيس في التاريخ. قام بتغيير هيئته تماماً ليعيش الحياة البدوية لفترة طويلة من الزمن. العيش في الصحراء لم يكن سهلاً أبداً، فعندما اقتربت العاصفة الرملية منه بدأ لورنس العرب يفكر باحثاً للحظة عن معنى الحياة. طبعاً في ذلك الوقت ريست بروبرتي لم تكن موجودة، لو كانت موجودة لكان لورنس العرب تقاعد مبكراً وقرر الاستقرار في تركيا ليقوم بشراء المنزل الذي يحلم به بضمان ريست بروبرتي ليعيش مستمتعاً برفاهية ومناظر البحر الجميلة. الوقت بالنسبة للورنس العرب قد تأخر، أما بالنسبة لكم فهذا هو الوقت المناسب. ريست بروبرتي، منزل أحلامك في تركيا.